السلام عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير رمضان مبارك سعيد وعشركم مبروكة المهم ان شاء الله في هذا الفيديو دوك الفلوس اللي جمعنا ان شاء الله نمشيو نشربو بهم القفاف ونمشيو نفرقهم على دوك الناس المحتاجين اللي صيفطوا ليا كاين انا وواحد السيده اللي جمعنا هادشي واحد السيده يعاوننا المهم بقاو معنا ان شاء الله دابا غادي نمشيو ناخذ القفاف ومن بعد نمشيو نفرقهم القفة الثالثة في زكام حتى هي انا غادي يكون سال الفيديو لكن المبادره مازال ما سالتش ديال القفه في رمضان كيف ما شفتوا فرقنا 6 القفاف وانا درت تحدي ديال 50 قفه الحمد لله على كل حال داكشي اللي جمعنا راه فيه الخير نتمنى منكم انكم تزيدوا تساهموا غادي نخلي لكم الريبت الكونت والنمره ديالي اللي بغى يساهم في خارج اكادير ولا في اكادير يتصل بيا ولا يفيرسي في الكونت ان شاء الله باش نكملوا 50 قفه في هذا رمضان هذا والمبادره راه ساريه حتى يفوت رمضان ان شاء الله حتى لاخر يوم في رمضان ما تصوروش الفرحه ديال هاد الناس من اللي دخلنا عليهم ديك القفه بزاف الناس كتبان لهم 200 درهم والو ولكن دوك الناس راه محتاجين ديال بصح فرحوا بزاف الحمد لله هذا الشيء اللي بغيت ونتمنى منكم ان الناس يبارطاجيو هذا الفيديو حيت بحال هاد الفيديوهات هما اللي خاصهم يتبارطاجيو ماشي داكشي اللي على بالكم حيت هادشي فيه غير الخير الناس هادشي اللي الا ما قدرتيش تساهم بشي حاجه غير بارطاجي الفيديو تقدر توصل لواحد اخر عنده الفلوس باغي يساهم وما عارفش فين يقدر يشوف الفيديو ويساهم ناخذ عاوتاني بزاف القفاف خدينا 6 هاد المره هادي اول مره غادي ندير شي مبادره وخدينا هاد 6 القفات هادو ان شاء الله المره الجايه ناخذ اكثر الدفعه الثانيه ناخذ اكثر من 6 ناخذ 20 ولا اكثر الله يسهل ناخذ حتى 50 قفة للكتاب ونفرقوا على الناس اللي محتاجين في هذا رمضان هذا وكيف ما كتشوفوا راه الناس محتاجه وراه كنتم عارفين كل شيء في هذا الوضع هذا راكم كتشوفوا كل شيء بلا ما نحتاج انني نوريكم غادي نخلي لكم الشهاده ديال واحد السيده من هاد الناس اللي عطيناهم قفه صيفطات لي واحد الاوديو بغيت نبارطاجي معكم هذا ما كان بارطاجيو الفيديو تهلاو في راسكم ما تنساوش ديروا ابوني تهلاو في راسكم السلام عليكم خويا بغيت نقول لك الله يجازيكم بالخير الله يسهل عليكم والله يقبل لكم يا ربي امين ويجعل لكم خيركم في ميزان الحسنات يا ربي نعم ربي يسهل عليكم شكرا بزاف بزاف خيركم ما نساو كيما فرحتونا الله يفرحكم يا ربي امين وعواشركم بركه والله يجازيكم بالخير